السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله. كيف حالكم إذن؟ الحمد لله بخير. إذن أبنائي وبناتي، معكم معلمتكم منال صالح الغريب، معلمة لمادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الثاني للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي المتميزين في الصف الثاني تأهيلي. فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي معنا في درسنا البريد الإلكتروني. إذن درسنا هو عن البريد الإلكتروني. في البداية أحب أن أسترجع أنا وأنتم القوانين التي وضعناها. لماذا لنستفيد من مشاهدة دروسنا عبر قنوات عين التعليمية؟ أولا عليكم ماذا؟ أحسنتم، اختيار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج، بعيدا عن التجمعات، حتى أكون بكامل تركيزي وانتباهي. أكون حريصة على أنه أجلس جلسة صحيحة وبوضعية مناسبة عند استخدام جهازي الحاسب الآلي أثناء تطبيقي في درس مهارات رقمية. ثانيا تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشرة، سواء على منصة مدرستي أو عبر قنوات عين التعليمية. بعد ذلك أجهز الكتاب وأدواتي، جميع ما يلزمني يكون بالقرب مني. أستمع إلى درسي بتركيز وأتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص له. أبنائي وبناتي، إذن استمتع حتى نستفيد ونطور مهاراتنا الرقمية من خلال مشاهدتنا لدرسنا. رسالتي أوجهها إلى أولياء أموركم أبنائي وبناتي، أطلب منهم تقديم الدعم لكم، تشجيعكم على تطوير مهاراتكم الرقمية. عنوان درسنا هو إنشاء بريد إلكتروني. إذن سنسعى إلى إنشاء بريد إلكتروني. الهدف العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية إنشاء البريد الإلكتروني الخاص به. أهدافي التي أسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها. هناك أهداف تدريسية نسعى إلى أن نحققها بإذن الله. أولاً أن يذكر الطالب والطالبة ما هو البريد الإلكتروني. ثانياً أن يذكر الطالب والطالبة مزايا البريد الإلكتروني. ثالثاً أن يذكر الطالب والطالبة صيغة البريد الإلكتروني. أربعة أن يذكر الطالب والطالبة الجهات التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني عبر الإنترنت. خامساً أن يطبق الطالب والطالبة مكونات البريد الإلكتروني. أخيراً أن ينشئ الطالب والطالبة البريد الإلكتروني الخاص به. إذن بعد ما نطبق الخطوات ويتعلم كيف يكون لبريد إلكتروني، سأترك لكم ماذا؟ حرية التطبيق وإنشاء لكل منكم بريد خاص به. لاحظوا معي صورة هنا، ماذا تشاهدون؟ هذا الرجل ماذا يعمل؟ ها، من منكم يستطيع أن يستنتج ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل لديه مهنة؟ أحسنتم، هو يقوم بإيصال الرسالة. أحسنتم، إلى أين؟ إلى صندوق. من يعرف ما هذا الصندوق؟ صندوق البريد. إذا هذا الرجل الذي يقوم بإيصال الرسالة ماذا يسمى؟ أحسنتم أبنائي وبناتي، إذا ساعي البريد يقوم دائما بإيصال الرسائل ووضعها في صندوق البريد حتى ماذا أبنائي وبناتي؟ أحسنتم، حتى نستطيع الوصول مثلا إلى رسائلنا التي أرسلت إلينا، سواء كانت مرسلة من صديق، كانت مرسلة من قريب، أو حتى من جهات عمل أو مراكز أخرى، إذن أو جهات حكومية. إذا كانت رسائل توصل عن طريق البريد، طبعا بما أنه هناك رجل أنا أرسلها وفي واحد يجي يوصلها، معناتها تاخذ وقت حتى توصل لي، أو مثلا إذا كنت أنا مرسلة رسالة راح تاخذ وقت عشان توصل صاحب الرسالة، وبالتالي على ما يقرأها ويرد علي راح ياخذ وقت طويل. صحيح، إذن غير وقت كتابة الرسالة. إذن كان في السابق أبنائي وبناتي
مهمة إرسال رسالة كانت بالنسبة لهم متعة، لأنها تأخذ وقت من وقتهم طويل، يأخذها ثم يكتب عليها، يكتب على الظرف العنوان الذي يريد إيصالها له ويضعها في البريد، ثم يأتي رجل البريد ويأخذها ثم يذهب بها إلى شركة البريد، وشركة البريد تحدد مواقع كل بريد أو كل رسالة وترجع ترسلها من جديد، ويقوم بريد رجل بريد آخر بإيصالها إلى الجهة الأخرى. يعني كانت تأخذ وقت وعبء كثير وشغل كثير حتى توصل، مهما كان سريع ساعي البريد ما كانت توصل خلال أيام، كانت تحتاج ما كانت توصل خلال يوم، كانت تحتاج أيام كثيرة. يعني مهما بلغت سرعته ما راح توصل خلال يوم واحد، مستحيل نهائيا. تخيلوا، عشان أرسل رسالة لشخص ممكن أنا عشان توصلها يقعد أيام ينتظرها، فما بالك ممكن إحنا نكون نخاطب جهات حكومية وأنتظر منها ترد علي، فأنا راح أنتظر وقت طويل على ما يأتيني هذا الرد. لماذا الخلل؟ خلل إنه من ماذا؟ صعوبة إرسال هذه الرسالة والمهمات والإجراءات التي تتخذها. في عصرنا الحديث هل أصبحتم تشاهدون ساعي البريد يجيب رسالة؟ أي نعم، يحمل بضاعة، يحمل طلبات طلبناها من الخارج مثلا أو من أماكن محددة، أشياء عينية، ولكن لم تعد الأشياء الورقية ترسل باستخدام ساعي البريد. لماذا؟ وإن وجدت فهي بقلة جدا. لماذا أبنائي وبناتي في عصرنا الحديث أصبح هناك بريد إلكتروني؟ هذا البريد الإلكتروني ظهر حديثا أبنائي وبناتي. إذن بريد إلكتروني ظهر حديثا، كيف يكون هذا البريد؟ نتعلم، نبغى نعرف كيف يعمل. هل راح يختصر الوقت علينا؟ ما راح يتطلب أيام عشان يوصل للبريد أو الرسالة؟ راح أنا أعطيكم فكرة. أول نقطة أنه نعرف أنه البريد الإلكتروني هي أداة من أدوات التواصل عبر الإنترنت. يعني إحنا عشان نتواصل مع أحد نستخدم بريد إلكتروني. هذا البريد الإلكتروني ماذا يتطلب؟ يتطلب أن يكون عندي إنترنت، يكون عندي إنترنت حتى أستطيع أن أستخدمه وأرسل الأشخاص. طيب إذا هو بريد إلكتروني، هذا البريد إنه له مزايا، ممكن أربطه بجهازي الحاسب الآلي، ممكن بهاتفي المحمول، وأقدر أرسل في أي وقت طالما هناك اتصال بالإنترنت. إذن هذه فائدة. إذن هو بريد إلكتروني يحتاج أو يتطلب وجود الإنترنت. إذن هذا البريد الإلكتروني إذن وسيلة لتبادل الرسائل، نفس النظام القديم، هو نفسه ولكن بطريقة مطورة وأختصر وقت كبير. إذن هي وسيلة لتبادل الرسائل بين شخصين، ممكن أو أكثر من شخصين. ممكن أنا أرسل الرسالة لأخوي مثلا وأختي في نفس الوقت، أو إلى صديقي وأخي في نفس الوقت. إذن أنا أستطيع أن أرسل أكثر من رسالة في وقت واحد. راح تطلع هذه الرسالة من المرسل وتتجه مباشرة إلى المستقبل. إذن هناك مرسل وهناك مستقبل تظهر عنده الرسالة عن طريق البريد الإلكتروني. ممكن يكون واحد كما قلنا سابقا، وممكن يكون أكثر من واحد. البريد الإلكتروني هو وسيلة إلكترونية لإرسال واستقبال المعلومات. وشو هذه المعلومات؟ ممكن صورة، ممكن فيديو، ممكن معلومات عنك، ممكن حتى سيرتك الذاتية إذا أردت أن تستخدمها، أو إذا كنت تخاطب جهات مثلا حكومية ممكن تستخدم البريد الإلكتروني وترسل بشكل سريع أبنائي وبناتي. هكذا وصلت إلى نهاية الدرس. طبعا إحنا استخدمنا ماذا؟ في عصرنا الحديث البريد الإلكتروني. تعلمنا بشكل عام أنه هناك شيء في عصرنا الحديث ألغى وسيلة تبادل الرسائل القديمة اللي تتطلب وجود ساعي بريد، وأني أنا أحط الرسالة عند في صندوق البريد وبالتالي يتوجه إليها ساعي البريد ويأخذ هذه الرسائل وراح يصنفها على حسب العنوان، وبالتالي تنتقل من جهة إلى جهة سواء بالسيارة أو بالطيارة إلى الجهة التي أريد إرسالها إليها. تتطلب وقت طويل. البريد الإلكتروني فقط يتطلب وجود إنترنت. تخيلوا، ما يحتاج ساعي بريد. الإنترنت هو ساعي البريد اللي راح يوصلنا الرسالة. إذن موجود الإنترنت راح أقدر أرسل رسالة
من المرسل ممكن لشخص واحد أو إلى عدة أشخاص بنفس الوقت أبنائي وبناتي. أرسل صورة، أرسل فيديو قصير، معلومات عني، جميعها باستخدام وسائل التواصل الحديثة اللي هي البريد الإلكتروني. هكذا وصلنا إلى نهاية الدرس، متحمسة أن أصل أنا وأنتم إلى إنشاء بريد إلكتروني خاص بكل واحد منكم بإذن الله، حتى تكون لديكم وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة. ألقاكم على خير وأستودعكم الله، معلمتكم منال صالح الغريب.